نحن الآن أمام معلم أثري وتاريخي هام في العاصمة عمان، حيث نستنشق عبق التاريخ. الجسور العشر التي بناها الأتراك العثمانيون عام 1902 في عهد السلطان عبد الحميد الثاني آخر السلاطين العثمانيين. الجسور العشرة جسر حجري عالي الارتفاع يمر من فوق سكة الحديد والقطار، سكة حديد الحجاز التي تمتد من دمشق عاصمة سوريا إلى الحجاز إلى المدينة المنورة عبر الأراضي والمدن الأردنية. ويقال بأن ألمانيا قدمت المشورة الهندسية في بناء هذا الجسر، والآن يتم تسيير قطار سياحي من محطة عمان باتجاه الجيزة قرب مطار الملك علياء الدولي ذهاباً وإياباً. الاسم المتداول بين أهالي عمان الجسور العشرة، وأعتقد أن هذه تسمية خاطئة، لكن هذا شائع في عمان. يحتوي على طابقين، الطابق الأول لمرور المشاة وتصريف المياه، والطابق الثاني تمر منه سكة الحديد والقطار. نحن الآن بصراحة في منطقة القويسمة، وتحديدا في منطقة وادي الرمم ما بين جبل المنارة وجبل التاج. المبنى اللي هو الجسور العشرة لا زال قويا ومتينا، ويمكن أن تمر فوقه القطار. لقد أصبح هذا المعلم التاريخي الأثري الهام الجسور العشرة من المعالم الأثرية والتاريخية الهامة في العاصمة عمان.